على الهيئة في كل جهة دي مصيبة كبيرة. هذه مصيبة كل جهة. أنا أقول لك الحالة الاتحادية ليش هي ذكية؟ هي دراسة المزاج العام للجماهير السعودية، يعني سيكولوجية الجماهير اللي عندنا، رد فعل عاطفيين، استثمار حالة الفوز بالطريقة هذه. هذا الأجمل. في ناس لماحين يشتغلون، يعني في ناس يستغلون الموقف ويستثمرون الموقف مع الجماهير هذه. الجماهير هذه عاطفية، لذلك حتى يفترض، يعني زي ما قالوا الزملاء، يعني الغريب أن الهيئة هي اللي مسوية الرعاية للأندية، وأنا أتوقع الرعاية هذه للأندية هي اللي خلت الأندية كسولة برضه. أنا إذا صرت أشيل كل شيء على الأندية، الأندية تقول والله دام الهيئة شغالة أنا لعل وعسى يتحرك. يفترض الأندية برضه تحاسب على أداء عملها، يعني هيئات الاستثمار والتسويق يصير فيها تقييم من الهيئة. أنت وش عملت؟ تعال سوي لي عرض، وش بتسوي خطتك أنت يا هيئة الرياضة بالجهاز اللي يسوق يدعم ناديك؟ أنا مفروض أسوي برضو مراجعة مع الأندية هذه، أنت وش المشاريع اللي سويتها؟ وش جالس تعمل اللي تسويه؟ مي بالقضية أنك والله جالس وقاعد تاخذ من 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 يدعم ناديك وكنت ما سويتها سوي. إضافة إلى ذلك، وأنا كنت أدعي فيها، الجماهير الرياضية برضو تحتاج إلى لقاءات مع، زي ما قال أبو سلطان، لقاءات مع إدارات الأندية للإقناع. صحيح. يعني افتح المسارح هذا المعلم. ما اتذكر انه رؤساء الانديه يفتحون زي ما يقول لقاءات جماهيريه مع رؤساء الانديه. يا ابو وانا نايف. ابدا وكل العمل ياتي من الجماهير، ممكن اخذ من الجمهور برضه. ترى مشجع كويس انك اذا اخذت من فكره برضه يحاول يدعمها. يا اخي انت شوف ادارات الاستثمار، بعض ادارات الاستثمارات بالانديه شغلها الشاغل بس يروح يجيب لك سبونسر بس.